سلام، جو مبريزونت خديجه ما نقدروش الملقبه بكاتي. المهم مقربين وصحاباتي وداك الشيء كيقولوا لي كاتي، ودوك اللي ما عندهمش معايا هما كيحملونيش على الزير وما عنكشوني ويقولوا لي خديجه، ولكن انا ما كنت عنكش وما كنت عنكشني سميتي. راه قالك اللي ما عندوش خديجه يكتبها في الحيط، انا كاتبينها دارنا في الحيط ومسميني خديجه، ماشي مشكل في كاتي. المهم قريت مستويات الدراسي لا باس به، تخرجت من المعهد العالي للتسيير والتنظيم، كنعرف نتسير مزيان، كنعرف نتقيد، كنعرف ننظم كلشي، كلشي كنعرف نديرو الحمد لله. وما جيتش هنا الا الانترنت. انا دابا ماشي كنقول لكم هادشي زعما كنقلب على راسي ولا كنقلب على نصفي الاخر وداكشي، انا اصلا ماشي ديال هادشي وما كنقلبش على راسي هنايا، داكشي فيرتوييل ما كنامنش به، ما عزيزش عليا نامن بداكشي فيرتوييل. اصلا كتجي تدخلي داكشي فيرتوييل عندنا هنا في الويب كتلقاي بنادم قهماه المرقه داير اوفر دوز بالمرقه نقي عندو هنا الخرا، تتهضري ليه هوك ويهضر لك هوك، تيتقولي ليه الشو يقول لك الرا، علاش نضيع وقتي مع بنادم هكا داير؟ خرجوا قلبوا على راسكم الدريات تبارك الله كلهم دابا متحررات مثقفات، المخيره المخيره خدامه في سنتر دابيل هلكيه هايديس تبع فروجات. بصيف الشاب المغربي ما يتعصب عليهم، حقه تهضري معاك المجوج تقول لك ناري كثروا البايرات، ورانا جينا نشوفوا شحال البايرات في المغرب، راه النسبه 99%، شحال شاطولين اللي مجوجين 1%. لو كان كل امراه قبلت على راجلها انه يدير عليها ثلاثه العيالات باش يكمل اربعه باش يدير الحلال والشرع اللي حل اللي ربي حط ربي ما دارش داكشي هكاك، كون خدا كل راجل، حيت المغرب راه ما بقاوش رجاله بزاف، بقاو 18 ياك 18 نديرو كل واحد عنده اربعه صافي، مشات سيريه ولا زينه ديال 58 ما بقاوش البايرات، وكي العيالات حنا عندنا عندهم هنا الخرا عندهم الكياس. تقولي ليها قباط عمرها يجي يوقف عليك، وما تقوليش ليها الراجل غيجيب عليك مره اخرى، ما بالوك تقول لها الثالثه والرابعه فين يا ما كجدي الله يرحمه. اه يصحى في عيالاتو كيلبدو دابا، لا دابا والله تيشيبو المغربي قلت على وحده هي هي. انا اصلا كاع ما كيهمني هادشي، وانا كنجي كننصحكم الدريات كنقول لكم اتونسيون 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 تقولوا بغى الراجل يتزوج حتى بربعه خليه يقول ودي دير حتى سبعه ما عنديش مشكل، انت ستي راسك ما دابزيش كوني كلاس ما فهمتي كنتي غديري فيها متحرره سيري فيها حتى الاخر ديال هاد المتحرره، ماشي تحرري في شي حوايج وتخرخري في شي حوايج اخرين وديري فيها حكه متشبته بالمبادئ، هي المبادئ يا سيري فيهم من الاول وكملي يا قلبي على المبادئ وخليك في داكشي شلاطه فهمتي. المغاربه راه دغيا كيدوخوا بقايش تلعبي لي تزنزني لي انا حدا راسو، المغربي دغيا كيتعصب تعصب هي كيدير بحال شي درسه ديال العقل ضاره رقعد كله بحيد ما وبرد يقول لك اح وبردات وهاكي امك تبقاي مليوحه. المهم العداوي وصافي تدريات راه بقاو ساهلين مطالب 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 ارى لي ارى لي ارى لي الشاب مسكين فين يعطي راسو كيشوف تيعيا كيلقى اصلا مساكن الدراري دابا في المغرب ومشكله والدراري كلهم قارين وداكشي ما لاقينش بوست يخدموا فيه، علاش بوست اللي كتمشي ليه كتلقى شاده مرا كل عيالات بركو تبتوا في ديورهم وقابلوا ولادهم وطيبوا كون الرجاله غيلقاو لي بوست فاش يمشيو يخدموا، دابا ولات المراه كتزاحم ولا هو كيمشي برك في الجرده بدا حقك المجاج تقول لك هذاك راه راجل مرتو ايوا خلاته مرتو يخدم الله يهديكم حتى نتوما. المهم انا جيت نقول لكم هادشي الدريات، انا مشيت كشت اليوم غنخرج كلا تحرر الاخر ها ما تسواو